اللي فهمته من الفيلم اللي مش تكون يكون دوري كما دور روس في فيلم تيتانيك. هي مش تحكي في حكاية فاتت، فهم ممثلين أخرين اللي هم مش يمثلوا الواقع اللي متاع القصة هذيك. معناتها أني روس. ألفة عندها أربع بنات، جوز الصغار إيه وتيسير مازالوا عايشين معاها، والجوز الكبار رحمة وغفران كليهم الذيب. وزادة باش تتعرفوا على الجوز ممثلات اللي باش يمثلوا أخواتكم الكبار. إما فما ممثلة باش تعوضك وقت اللي انت شي حوايج صعبة عليك تجمش تعملها. هذا هو الجانب الخايب في الفيلم، بدون برشو في الجروح متاعك. أكشن. اي اما مازلت ترى اللي اي حاجه عندها علاقه ببدنهم. طب بدني ملكي يعني ما انا ملك شحال جاتك القوه هذه كلك منين طلعتي بيه الكلام هذا؟ هاو كان اقوى وقت نشدها نبرك عليها كيف من هكا والله قاعده نعبر يعني نحكي في الفيلم مش نحكي في الدار. انت وشني الغلطه في هذا سامحني شني يا انت قلت لك الطفل باسني انت ما بصتش في امها كان باسني وانا ناخذ الثاني وناخذ الثالثه. خاطر كيف ما قالت لك نفس اللي تمارس عليها هي في حياتها عملته فين عندكم؟ أخت كوين ما نعرفش بقول لها برش حاجات أي في الفيلم هذا مش نحاول نحكي حكاية بنت ألفة